بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة وصفات نودي. النهاردة إن شاء الله فيديو النهاردة هعمل معاك وصفة سهلة وسريعة بسيطة جدا لعلاج مشكلة البذور السوداء. النهاردة إن شاء الله هنزيل البذور السوداء نهائيا، هتتمتعي ببشرة صافية وجميلة. معايا النهاردة بياض البيض، البياض بس هي دي حتة صفار جت مني، وكمان معايا معلقة من السكر. تمام، هناخد معلقة السكر دي، بعد كده هنحطها على بياض البيض، بعد كده هنقلبهم ببعض كويس، وبعد كده هتغسلي بشرتك في الأول كويس وتحطي الوصفة بتاعتنا عليها وتسيبيها لحد ما تشد وتلاقيها بدأت ان هي تعمل زي تمدد كده، البشرة بتاعتك تبدأ تشد وجفت. بعد كده بتغسليها، بتستمري عليها لمدة اسبوعين تلاتة لحد ما خلاص البذور تنتهي تماما ونهائيا وما ترجعش لبشرتك تاني، بتحطيها مرة واحدة بس كل يوم. دلوقتي هنجهز الوصفة، هنحط السكر على بياض البيض بالشكل ده، بعد كده هنقلبهم مع بعض كده، كمان السكر جميل ان هو هيكون صنفرة، اي جلد ميت هيحوشه، اي اهالات سودة مثلا، الكلام ده كله. اهو بصوا ده شكلها، ده القوام بتاعها، هي هتكون صعبة شوية عشان طبعا زلال البيض بيكون مطاط. تمام، ممكن تاخديها تبلي منديل، بس يكون مناديل من هي بتاعه المطبخ عشان بتكون ناشفه شويه، غير المناديل العاديه بتكون طريه جدا وناعمه. مناديل المطبخ ماسكه نفسها شويه، ممكن تحطيها تجيب المنديل وتطبقيه وتحطيه جوه في الوصفه بتاعتنا، بعد كده تفرديه على بشرتك وتسيبيه، ده ممكن برضو، او في ماسكات بتتباع تتحط على الوش، ممكن ده برضو. بس كده كده هي خدت القوام او التماسك اللي انا عايزاه. السكر يعتبر داب اهو، بس بعد كده بتبداي تحطيه على بشرتك زي ما قلت لك في اول الفيديو، وهتجيب معاكي نتيجه هايله ان شاء الله، بس انت استمري ودومي جدا على الوصفه بتاعتنا. دلوقتي اكون وصلت نهايه فيديو النهارده، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بعمله، وكمان ما تنسوش تنزلوا تحط لايك على الفيديو ده عشان يوصل اكبر عدد وكل يستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.